احنا بنقدم خدمات الكشف المبكر عن الامراض المزمنه زي الضغط والسكر، الاعتلال الكلوي، وظائف الكلى، وبنقدم خدمات الكشف المبكر للاورام الثدي عند النساء. طبعا العربيه مؤمنه جدا، غير مكشوفه، اي حد يقدر يجي يكشف. طبعا احنا بناخد الاسم والرقم القومي، رقم التليفون، علشان نقدر نتواصل مع الحالات لو في اي مشكله. بيجيني متلقني خدمه برقم القومي، بيتم التسجيل على السيستم، بننزل كل البيانات بتاعته والفحوصات بتاعته، واذا كان في اي مشكله عنده بيتم تحويله لاقرب مستشفى او بيكون هو كفايه يطمن يعني. لقيت العربيه المتنقله بتاعت وزاره الصحه، والحمد لله عملوا لي التحاليل اللازمه وكده، وتحليل السكر وكل التحاليل اللازمه، وكله ده مجان الحمد لله، وطمنت على صحتي. انا جيت الصبح فلقيت عربيه الصحه متواجده هنا، مبادره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا كشفت ضغط وسكر ووظائف كلى، والحمد لله اطمنت على نفسي. شكرا سياده الرئيس، الف شكرا.